بسم الله، وسلام من الرحمن في كل ساعة، وريح وريحان وفضل ونعم، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا، نحمده تعالى ونستعين به دائما وأبدا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد المصطفى الهادي الأمين، المبعوث إلى كافة الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الأخيار إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيد المحترم نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، إخواني الخريجين، أخواتي الخريجات. In the name of Allah, the most precious, the most merciful, we praise Allah and seek His assistance. And may peace be upon His true and last messenger, Prophet to all mankind. And may peace be upon His companions. Your Excellency, Sulaiman bin Hamoud al-Busaidi, Deputy Secretary General of the Council of Ministers, Your Excellency Dr. Abdullah bin Muhammad al-Sarmi, Under Secretary of the Ministry of Higher Education, members of the academic staff and assistant academic staff, dear guests, dear graduates. حفل التخرج بمثابة رسالة عظيمة تخبرنا أنه لا يصعب الوصول إلى القمم ما دامت مسارح كهذه تمتلك شعلاً مضيئة وهمم تحمل الصبر والطموح لتتوج باسمها ولأجلها في مثل تجمع كهذا. ومن كل عام يوم تحتضنه الدعاءات البيضاء من كفوف أهالي الخريجين والخريجات، ووصال لا يشبهه إلا التقاء غيمة بغيمة لصفائه ونقائه. اليوم تستبين مشاعر الفرح وتعيد لصانعيه شريط بدايات صغيرة حتى غدت مساحات أمل خضراء تسع تباريك يوم التخرج. إن فرحة التخرج عيد مختلف لا يعرفه إلا من يشارك لحظاته فينقشه بين تفاصيل ذاكرته، فهي قطاف ثمار الجد والاجتهاد وسهر ليال مضنية خلال السنوات التي مضت. تعلو الفرحة في ملامح أهلها، فقد جاءت حاملة بشرى مستقبل مزهر للخريجين والخريجات بإذن الله. حضورنا الكريم ربيع يورق في صدورنا شئنا أم أبينا، يعطينا من نوره لنضيء يومنا، يمطرنا من غيثه ويحيي آمالا في عيوننا، ليبقينا ضلعا صالحا للحياة ولكل الأشياء الطيبة. هذا الربيع هو القرآن الكريم، لننصت له بصوت القارئ عيسى. Our graduation ceremony tonight is a great message to the fact that with patience and ambition, it's not hard to get to the top. And our dear graduates, we wish you a bright future, inshallah. Dear guests, please listen attentively to the Holy Quran recited by the student Isa al-Balushi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الملائكة بالروح من أمره على من يشاء
تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ولا يخفى على أحد من طلاب كليات العلوم التطبيقية دور وزارتنا الموقرة في دعم وتنمية المواهب الطلابية المختلفة وسعيهم بحيثيات دقيقة واستراتيجيات عميقة من أجل الرقي بأبناء هذا الوطن المعطاء وجعلهم يتنافسون ومختلف الدول في قدراتهم وإنجازاتهم الكبيرة وأيضاً عملهم الدؤوب لصنع جيل متفرد بطوابع أصالتهم العمانية العريقة يتفضل الآن الدكتور علي بن حسن اللواتي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار لإلقاء كلمته مشكوراً The ministry role in realizing learners' potentials and supporting their progress is not unheard of. Their pursuit and perseverance to stand are what students need to climb up the ladder of success is well known. Their efforts are being manifested in the students' leading achievements, both locally and internationally. Their efforts extend to prepare a distinctive generation that carries with it the deeply rooted Omani culture brand. We now ask Dr. Ali bin Hassan Al-Lawati, Dean of the College, to present
and his speech. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. سعادة السيد سليمان البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم، المكرمون أصحاب السعادة الأفاضل أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية، أعضاء الأجهزة الحكومية المختلفة، أبناءنا الخريجين، بناتنا الخريجات، أولياء الأمور الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أهلاً ومرحباً بكم في رحاب كلية العلوم التطبيقية بصحار. إن أرواحنا تبتهج بالسعادة ونفوسنا تنغمر بالافتخار بهذه الكوكبة المتألقة بسلاح العلم والمعرفة، ففي كل عام يتجدد لقاؤنا، فما أجمل هذه المناسبة التي نحتفي فيها بهذه الصفوة المتخرجة من طلبة العلم التي أكملت برامجها الأكاديمية ونذرت نفسها لبلوغ أهدافها النبيلة واستغلت أوقاتها جداً واجتهاداً لنيل الدرجة العلمية المطلوبة، وأخيراً استجاب الله مطالبهم وزادهم علواً ومنزلةً لحمل لواء العلم والمعرفة، وأصبحوا أكثر استعداداً للعمل والإنتاج لخدمة الوطن الغالي بكل إخلاص واعتزاز. أيها الحفل الكريم، نظراً لما شهدته ولاية صحار من نهضة عمرانية وتطور مضطرد شمل مختلف الجوانب كما هي كل بقاع هذا الوطن العزيز، والذي جاء متناغماً مع التوجه السامي لإحياء أمجاد صحار كعاصمة تاريخية للبلاد وسوق من أسواق العرب القديمة وميناء تجاري هام عرف بحركته الملاحية والتجارية النشطة عبر العصور، والذي توج بإقرار تأسيس منطقة صناعية بصحار. هذه المنطقة التي أضحت أهميتها تتعاظم إقليمياً ودولياً، وقد احتضنت العديد من المشاريع الكبرى من بينها ميناء صحار والمنطقة الحرة، مضافاً لمشاريع استثمارية وصناعية عملاقة في مجال النفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات، هذا علاوة على مشروع المطار الذي يجري تنفيذه في الولاية. ومن منطلق التكامل بين قطاعات التنمية في البلاد، جاء قرار وزارة التعليم العالي بافتتاح برنامج الهندسة في كلية العلوم التطبيقية بصحار إلى جانب البرنامج الأساسي الذي كان موجوداً وهو برنامج تقنية المعلومات، الذي نحتفي اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من طلبته، وهذا يؤكد الرؤية الواضحة لأهمية هذين المجالين
في تطوير الإنتاج الصناعي وقطاع الاتصالات، وذلك بغية توفير تعليم تطبيقي يشكل قربه من مشروعات صناعية كبرى حاضنة لمهارات وإبداعات هؤلاء الطلبة من خلال تزويدهم بالخبرات التدريبية اللازمة. وتولي عمادة الكلية كما هو توجه وزارة التعليم العالي وتوجيهات المسؤولين فيها عناية بالغة ببناء شراكة مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على وجه التحديد، تشمل تبادل الخبرات والتدريب والبحث العلمي والاستشارات الأكاديمية والزيارات العلمية. وقد تجلى ذلك في استقطاب عدد من الخبراء في القطاع الصناعي من كبرى الشركات والمصانع العاملة في السلطنة ضمن المجالس الاستشارية للبرامج المطروحة بكليات العلوم التطبيقية، بغية تطوير هذه الشراكة. وهذا ما انعكس من خلال التوجه نحو تنفيذ مشاريع تدريبية مشتركة وحضور فاعل من المختصين في القطاع الصناعي في تقييم مشاريع الطلبة الخريجين في مسابقة مشاريع التخرج على مستوى كليات العلوم التطبيقية بالسلطنة التي تقام سنوياً، والتي تفخر كلية العلوم التطبيقية بصحار، وخاصة طلبة قسم تقنية المعلومات، أنهم حققوا المركز الأول في هذه المسابقة. ومن خلال هذه المسابقة وغيرها من الفعاليات تبلورت فكرة إنشاء حاضنة لمشاريع الطلبة الخريجين تم تبنيها من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة العديد من مؤسسات التعليم العالي بمحافظة شمال الباطنة، كل ذلك من أجل تحسين فرص إطلاق الطلبة لمشاريعهم الذاتية وكذلك توظيفهم في مختلف المؤسسات. أبناءنا الخريجين، الآمال معقودة في نواصيكم يا أبناء عمان البررة، فالجميع اليوم يرنو إلى مستقبل أفضل تبذلون فيه عصارة أفكاركم وتتفانون إخلاصاً وشكراً للباري جلت قدرته على ما حباكم من نعمة، ووفاءً لهذا الوطن العزيز الذي لم يبخل علينا جميعاً بشيء، ففي ظلال أمنه الوارفة تنسمنا عبق الطمأنينة، ومن نمير تاريخه الوضاء رضعنا شهد همة لم تحل دونها الأمواج العاتية، فمضت تصارع طوفاناتها باقتدار ولم ترضى إلا الوصول إلى الهدف، فصنعت مجدا لا تزال قصته تكتب بأحرف من إبداع، ولم تبرح لوحة ألقه تنتظر روائع لمساتكم بما ستضعونه على هذه الأرض التي شق الأجداد صخورها قبل مدرها، واستخرجوا زلال مائها وشيدوا أفلاجها لينشروا الخضرة في السهول والواحات وعلى سفوح الجبال لتحقيق أمنهم الغذائي. أبنائي الخريجين، ولكن ذلك كان ممزوجاً بصبر صاحب البذر وباني الفلج الذي قد يطول لسنوات ليرى الغارس ثمرة بذره وغرسه، وكذلك صاحب الفلج ينتظر وصول دوره في الماء في حركة منتظمة يجملها روح التعاون والصبر. وهكذا أبنائي الخريجين، مضى العماني يحافظ على المنجز الحضاري بتشييد القلاع والحصون، وجاء بالتجار والمستثمرين
ليتبادل معهم التجارة والخبرة والحضارة. فعلى ثرى هذه الأرض ولدت حضارة عريقة لا زال العالم يتحدث عنها. ذلكم ما يريد قائد الوطن أن يستعيده من أمجاد هذه المدينة العريقة. فلنسعى جميعا لتوفير عناصر النجاح لهذا المشروع الذي من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني. فالبلدان الآمنة والمستقرة هي وجهة رؤوس الأموال وقبلة الاستثمارات. ولنتحاور بشكل حضاري حول ما نختلف عليه أو نطالب به دون أن نفقد القيم التي عرفت عن الإنسان العماني: الاحترام والتقدير والإيجابية التي شكلت علامة فارقة إنسان هذه الأرض، عبر عنها النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. تلكم المحاسن التي ينبغي أن يتحلى بها أبناؤنا في عصر المعرفة. فالكل هنا مسؤول أمام هذا التاريخ أن نلتزم بشيمه وأن نغرس قيمه في نفوسنا، لننطلق جدا لا يعرف الكلل وعزيمة لا تعرف الملل، متسلحين بالعلم والمعرفة من أجل حاضر زاهر ومستقبل أكثر إشراقا، لتبقى عمان قصة تطور لا تنتهي ومعزوفة تنمية لا تتوقف. أيها الحفل الكريم، نتوجه ختاما بالتهنئة الحارة لأبنائنا الخريجين والخريجات ولأولياء أمورهم ولكل من ساهم من أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية في إخراج هذه الكوكبة من الطلبة، واللجان التي أعدت لهذا الحفل وإخراجه بالصورة التي رأيناه وسنراه فيها، سائلين الله عز وجل أن يحفظ عمان دائما وأن يكلل مساعي الجميع للخير والصلاح. وفي ختام هذه الكلمة أود أن أسجي كلمة شكر وتقدير للمسؤولين في وزارة التعليم العالي على دعمهم وعنايتهم، وننتهز هذه الفرصة لنرفع للمقام السامي آيات الشكر والتبريك، عرفاناً ووفاءً، ونحن نستقبل العيد الوطني 43. أعاده الله علينا وعمان ترفل بأثواب العزة والرفعة والسؤدد. وأخيراً، لا يسعني باسم وزارة التعليم العالي إلا أن أتوجه لكم جميعاً بجزيل الشكر والتقدير على تجشمكم عناء الحضور والمشاركة، ولسعادة السيد راعي المناسبة بجزيل الشكر ووافر التقدير على حضوره وتشريفه لنا هذا الحفل المبارك، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي شمس الغد تشرق الآن، فأهلا برواد الغد، أهلا بالخريجين، أهلا بإطلالة الأمل، الغد والعمل. حيوا معنا شموس المستقبل، أصحاب الغد الأجمل، حيوا معنا سنابل القمح المثقلة بثمر النجاح. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلمك، فقم بعلمك لا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم يحياء. مع تسبيحات الغروب على خيوط الشمس المنسوجة من ذكريات المجد، نلتقي بكم عبر هذه الكلمات كنجمة السحر تشرق في ليالينا المتألقة لتفرش الكون بنورها، كإطلالة شقائق النعمان تطل في زمن القحط، تطل مع قدوم الربيع، تزرع الفرح في كل الجنبات، وكشموخ النخيل الباسقات تبشر بمواسم الحصاد بعد سنوات الكد والعمل.
ومع كلمة الخريجين يلقيها علينا مالك بن سيف العامري. With the braces of the dawn, woven in the memories of the glory, we meet with words to engulf the universe with its light. We'll now listen to the male graduate speech presented by the student Malik Saif Al-Amri. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حين يرسل البهجات لتسعدنا. الحمد لله عدد أجيال الأمل التي تتناسل من هنا. والصلاة والسلام على مبعوث السنة وأصحابه الساعين من أجل أعظم المنى. أما بعد، سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيد المحترم نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، الحضور الكرام، أصحاب السعادة، زملاء الخريجين وزميلاتي الخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأي مشاعر أزهرت فينا يا أربعاء، وأي كرم يتوجنا اليوم بوشاح الفرح الذي ننعم فيه معكم كل عام. اليوم تنتشي فرحة الاحتفال بحصاد أعوام بذل فيها الطلاب من الوقت والجهد ما مكنهم من بلوغ هذه المنزلة. أيها الحضور الكرام، مناسبة كهذه تنير فتيل الهمة كل عام، وتصبه عطاء لا ينضب، لهو دليل على حرص وزارة التعليم العالي أن تزودنا بالرعاية والتكريم فنرقى في مدارج حلمنا. كل المساحة شهدت ولا تزال تشهد بصمات يمين بيضاء من أجل هذا الحفل. زملائي الأعزاء، نحن قادرين على أن نشق من تفاصيل أعوامنا الدراسية السابقة دروبا نبتغي فيها ما فقط تخرج من نتذوقه اليوم. اليوم استبشار بسواعد وطنية قادمة يجب ألا يعتليها سوى الأمل والسعي بالعمل والاجتهاد فقط. سنرد الجميل لعماننا حتى ترقى في مصافي الدول المتقدمة. إني باسم زملاء الخريجين لا يسعني إلا أن أكلل حفلنا بالولاء والعرفان لرجل حقق الأمن والأمان وطننا الغالي عمان، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. كما نتقدم بوافر الشكر إلى راعي الحفل سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي، والشكر موصول إلى وزارة التعليم العالي وعلى قمتها معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل الوزارة. كما نتقدم بالشكر والامتنان لعمادة كليات العلوم التطبيقية وإلى أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديميات المساندة والإدارية ولكافة القلوب الفياضة بالعطاء خلال 5 سنوات من أجلنا غرسته أياديكم البيضاء حتى وصلنا لهذا اليوم المرتقب طويلا نكتبه في سجل العمر عمرا مديدا في عالم ما بعد الحياة الجامعية. حفلنا الكريم هنا نطرق السمع لأصوات علت هتافا وفرحا بيوم تخرجنا، واثقين بأن كفا تشبثت بكفوفنا فوجدنا الدرب الذي أوصلنا ليوم تخرج اليوم. تترقب ما بعد عناء 5 سنوات من الكفاح، ونرسم خرائط العطاء التي ناقشتها كفوفكم حتى شكرا آخرا لكل جاهدوا وأفنوا عمرا أبناءهم وبناتهم على هذا المسرح وتنتشي قلوبنا لابتسامة محياهم.
فليرعاهم الله وليجعلهم من بركاتنا في كل آن بإذن الله. شكراً. وإن كان الشكر يخجل من عطاءاتكم، شكراً، ودعاءات نرتلها لأجلكم خفية. ختاماً، ستبقى أصداء كلمات حفلنا تسري بنا ونعيشها كلما لاح ذكرياتها، فشكراً لحضوركم ومشاركتكم لنا، شكراً لكم عندما بدأنا، شكراً لكم عندما ننتهي. دين المولى التوفيق والنجاح في خدمة الوطن، فاكتب لنا يا الله من بواسم الخير أوفر النصيب وأجزل الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتجمل بالشكر والثناء لكل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ووطنه، لنقف اليوم على عتبات التخرج ونرسم بأناملنا الأمل ونرى البسمة وقد ارتسمت لتعانق فضاء أرواحنا، لنعيد العد إلى الوراء لنتذكر حروفا أضيئت ومشاعل علم استحقت أن تنير دربنا. فهنيئا لك يا موطني إنجازات هذه المرأة، فها هي قادمة بكل حماس لتضع بصمتها علما وتاريخا مشرفا لهذا البلد المعطى. نبقى الآن مع كلمة الخريجات تلقيها الخريجة أسماء علي المعمرية. We extend our gratitude to all who worked hard and sought to develop and serve his country. We will now listen to the female graduate speech presented by Asma Ali Al-Ma'mari. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أوجد في قلوبنا عوالم متفائلة طموحة تحثنا على المسير في كل خطوة. الحمد لله الذي يسر وهدى ووفق وأعطى ووعد وأوفى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي علمنا كيف يكون العمل وإتقانه والجهد وإحسانه، وعلى الأصحاب الأخيار الأطهار الذين كانوا وما زالوا قدوة للمقتدين وعبرة للعاقلين. أما بعد، سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي المحترم نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، زملائي الخريجين، زميلاتي الخريجات، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. روى سراقة بن مالك أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال: نعمل لشيء قد فرغ منه. قلت: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: كل ميسر له عمله. قال: الآن نجد. ونحن نقول كما قال: الآن نجد. نجد لأننا في زمن العمل، نجد لأن الجد منهاج المسلم وديدن العاقل. أخواتي الخريجات، نحن هنا اليوم لا لنحتفل بنجاح مجرد أو مناسبة عابرة تمر عليها الأيام وتنتسى. نحن هنا اليوم نحتفل بنجاحنا في استيعاب حق الحياة، حقيقة العمل وحقيقة الدروب الممتدة. نحتفل بانتظام خطواتنا المضطربة واستقامة قاماتنا المنحنية. نحتفل بتجليات جديدة نرى من خلالها الحياة، وبأقلام جديدة نرسم بها الأهداف، وبكراسات كبيرة
نخط فيها الإنجازات. نحتفل ونحن نعلم أن هذه المحطة الراقية لم ولن تكون النهاية أبداً. نعلم ذلك لأننا ندرك يقيناً أن الناجحين لا يعترفون بالنهايات، فكل نهاية هي بداية لمرحلة تالية. سعداء جداً ببلوغنا هذه المرحلة وبوصولنا هذه المحطة وباجتيازنا لأكوام من العقبات. حضورنا الكرام، شرف كبير لي أن أتحدث عن نفسي ونيابة عن كل أخواتي الخريجات، ولكن بأي حديث سأتحدث؟ فحديث النفس خفي الصوت مضطرب النبضات، غير أننا الليلة سنتحدث حديث النفس لنفسها ولكن بصوت عال، حديث تصوغ عبارته لواعج الحب الخالص ويزينه صدق المشاعر الصافية. لم لا؟ ولون مشاعرنا حالم كما الشمس والأفق عند الغروب، وطعم لقائنا كطعم الشهد وأحلى. ليلة بلغت فيها الفرحة حد الجذل، واختلجت فيها البهجة بكل نابض من عروقنا، وتألقت فشع نور الفرحة من أعماقنا يملأ ليلنا نورا يعشي. أوقات مضت علت فيها المنابر فوق هامات الدنا، أبقينا فيها حروف الشكر والامتنان نابضة بجوفنا، وآن لكم أن تسمعوها وتبصروها. شكرا لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على ما أولاه لنا ولعماننا الحبيبة. شكرا لكل الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة، فما نحن سوى غراس غرستموها وبصمات عز نقشتموها في جبين هذه الأمة، فما شكرنا لكم بواف. ولو اعتصرنا مشاعرنا وقدمناها فلن تكون قطرة في بحركم المعطاء. وها نحن نلملم لحظاتنا بكل ما احتوته، غير أننا لن نقول وداعا بل تلاقينا. عسى الله أن يبارك لقانا، وعلى درب اللقاء يجمع بقايا حلم وهمة في دواخلنا، فهي ليست النهاية بل هي بداية الطريق. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. في هذه المناسبة السعيدة نبارك لخريجي وخريجات كلية العلوم التطبيقية بصحار، فكم هي مبهجة فرحة التخرج ونحن نشاهدها في أعين الخريجين والخريجات، حيث كل منهم يجني ثمار جهده في هذه اللحظة. أيها الخريجون والخريجات، لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في بداية مسيرة جديدة من بعد حياتكم الجامعية، لتستثمروا فيها كل ما نهلتموه من علم ومعرفة، ونسأل العلي القدير أن ينفع بنا وبكم الوطن. نترككم الآن مع تكريم الطلبة المجيدين من الخريجين وطلبة الكلية. ندعو سعادة السيد راعي الحفل يرافقه عميد الكلية لتكريم المتفوقين. On this happy occasion, we extend our blessings to our graduates. How great it is to see the joy of graduation in our graduates' eyes, each harvesting their effort and hard work. We can only wish you a great successful journey and a new start for a new phase of life after their academic one. We hope you make the most of it and make the most of the knowledge gained. We pray that Allah assist you serving your country the best you can. Here comes the joyous moment where we honor our achieving graduates. May we kindly ask our celebration pattern and the Dean of the College to the stage. أولا المجيدون من الخريجين، تخصص إدارة البيانات، فاطمة بنت محمد بن سالمين البلوشي. ت
تخصص أمن تقنية المعلومات أسماء بنت محمد بن ناصر الشيادي. تخصص تطوير البرمجيات منى بنت محمد بن مبارك الحوماني. تخصص شبكات الحاسوب خلود بنت سعيد بن راشد السعيدي. ثانيا الطلبة المجيدين من طلاب الكلية تخصص تقنية المعلومات لدفعة 2009 شهاب بن طالب بن عبد الله العبد السلام. تخصص الهندسة لدفعة 2010 مصطفى بن سليمان بن عبد الله النبهاني. تخصص الهندسة لدفعة 2011 محمد بابكر عبد الله الطيب. دفعة 2009 تخصص تقنية المعلومات أسماء بنت حمد بن ناصر المزروعي. تخصص تقنية المعلومات لدفعة 2009 سليمة بنت سالم بن علي الصواعية. تخصص تقنية المعلومات لدفعة 2009 جواهر بنت سيف بن حمدان الغيثية. دفعة 2009 تخصص الهندسة لطيفة بنت حميد بن مصبح الشبلية. دفعة 2010 تخصص الهندسة رؤى أسامة محمد بشير. دفعة 2009 تخصص الهندسة أروى بنت محمد بن خلف المياسية. دفعة 2010 تخصص تقنية المعلومات فاطمة بنت محمد بن راشد المقبالية. دفعة 2010 تخصص تقنية المعلومات ريا بنت ناصر بن راشد الخيارية. تخصص تقنية المعلومات دفعة 2010 سماح بنت حمود بن محمد المعولية. دفعة 2011 تخصص تقنية المعلومات سارة بنت حمد بن علي الصقرية. دفعة 2011 تخصص الهندسة بشرى بنت خميس بن حمدان الهودار. دفعة 2012 تخصص تقنية المعلومات مها بنت أحمد بن عمر السعيدي. تخصص 2012 تخصص الهندسة كاملة بنت عبد الله بن سيف السيابية. والآن مع الفقرة التي طال انتظاركم لها، فقرة تكريم الخريجين. ندعو الآن الخريجين لاستلام شهادة التخرج. We now get to the moment everyone is waiting for, the honoring of graduates. We now kindly ask the graduates to receive their certificates. بكالوريوس تقنية المعلومات ذكور. أولاً تخصص أمن تقنية المعلومات إسحاق بن يعقوب بن العبد البوسعيدي. أحمد بن خصيب بن أحمد العويني. جاسم بن محمد بن بدر البسامي.
بن سالم الشحي. عبد الرحمن بن اسماعيل بن عبد الرحمن البلوشي. علي بن محمد بن علي الحمداني. علي بن يحيى بن سفيان الراشدي. وفيصل بن عبد الله بن محمد الشقصي. ثانيا تخصص تطوير برمجيات ابراهيم بن محمد بن عبد الله اللويهي ومحمد بن صالح بن سعيد السعدي. ثالثا تخصص إدارة البيانات رضوان بن صالح بن جمعة الحبسي. عبد الحليم بن حمد بن هاشم الهيملي. ويوسف بن عبد الله بن مصبح المسعودي. تخصص شبكات الحاسوب أحمد بن عزيز بن ناصر السيابي. أسامة بن سلطان بن حميد المياسي. الوليد بن محمد بن أحمد الحبسي. أحمد بن سالم بن راشد الحسني. بدر بن راشد بن سيف العامري. جابر بن سعود بن سعيد المالكي. حمد بن علي بن سالم البلوشي. خالد بن سالم بن محمد الراشدي. خلفان بن خميس بن خلفان الكيومي. ذياب بن علي بن ذياب العمراني. سعود بن بدر بن سيف الذهلي. سعود بن سالم بن سيف الشبلي. سعيد بن سالم بن سعيد الشقصي. صلاح الدين بن سالم بن سيف الفارسي. طالب بن مسعود بن سلوم الشكيري. عاصم بن عديم بن خليف الحسني. عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد السيابي. عبد الله بن شخبوط بن خلفان المعمري. عبد الله بن محمد بن سعيد الشيزاوي. عزيز بن ناصر بن سالم الحسني. علي بن سالم بن حمدان الحارثي. علي بن سالم بن سيف الشقصي. علي بن عبد الله بن علي البريكي. ماجد بن علي بن حميد الزيدي. مالك بن سيف بن مبارك العامري. محمد بن حمود بن زاهر الغافري. محمد بن راشد بن حميد الزيدي.
محمد بن سالم بن سعيد العيسائي. محمد بن سيف المرهون المقبالي. محمد بن عبد الرحيم بن عبد الله البلوشي. محمد بن عزيز بن محمد الغشامي. محمود بن راشد بن سيف الجهوري. موسى بن خلفان بن سالم الشافعي. ناصر بن محمد بن زهر الهاشمي. ناظم بن مبارك بن بطي البريدعي. نصر بن الخليل بن أحمد المزروعي. نواف بن يوسف بن إبراهيم البلوشي. ياسر بن علي بن حميد الحسني. خريجين الدبلوم ذكور تقنية المعلومات: حمد بن سالم بن علي المكتومي، سعيد بن مصبح بن سلطان الشامسي، سلطان بن جمعة بن العبد السعدي، سلطان بن سالم بن خميس العمراني، عبد الحميد بن محمود بن حمد الغساني، قاسم بن خليفة بن سعيد العوفي، محمد بن خميس بن علي البادي، منذر بن أحمد بن حسن الفارسي، هلال بن سيف بن راشد الراجحي، بكالوريوس تقنية المعلومات إناث. أولاً تخصص أمن تقنية المعلومات: أسماء بنت محمد بن ناصر الشيادية، الهنوف بنت فايل بن علي الزرعية، أسماء بنت علي بن حسن المعمرية، بشاير بنت عبد الله بن سالم الحسنية، حميدة بنت حبيب بن راشد الحسنية، خولة بنت مصبح بن راشد العلوية، سارة بنت سعيد بن مصبح الجهورية، سارة بنت محمد بن حسن البلوشية، سمية بنت سعيد بن سيف الصالحية، سمية بنت علي بن محمد المعمرية، سمية بنت محمد بن خميس السالمية، صفاء بنت سعيد بن عبد الله الحسنية، عائشة بنت يعقوب بن ناصر سليمية،
علياء بنت خميس بن سيف الحضرمية. ليلى بنت علي بن سالم لوشاحية. مروة بنت سعيد بن خميس الصابرية. مريان بنت عبد الله بن محمد الظاهرية. ندى بنت سعيد بن مبارك الراشدية. هاجر بنت أحمد بن سعيد الغيثية. ثانياً تخصص تطوير برمجيات إناث، سماح بنت بشير بن سعيد الحسنية. عليا بنت علي بن ناصر الحسنية. فاطمة بنت حبيب بن محمد الريامية. مريم بنت راشد بن علي المعمارية. مريم بنت عبد الله بن حميد الزعابية. منى بنت حمود بن حميد البادية. منى بنت محمد بن مبارك الحومانية. ثالثاً تخصص إدارة بيانات إناث، أشجان بنت عبد الله بن خميس الجابرية. أمينة بنت عبد الله بن محمد المقبالية. خلود بنت حمد بن سالم الغيلانية. خلود بنت حمود بن سعيد الإسماعيلية. صفية بنت علي بن سعيد الشكالية. عائشة بنت حسن بن علي البلوشية. فاطمة بنت خلفان بن سعيد المرزوقية. فاطمة بنت محمد بن سالمين البلوشية. فاطمة بنت ناصر بن عبد الله آل عبد السلام. محفوظة بنت سعيد بن سالم الرباعية. مريم بنت سالم بن محمد المقبالية. هناء بنت سعيد بن حمد الرشادية. ثالثاً شبكات، تخصص شبكات الحاسوب، أسماء بنت سالم بن عبد الله الدرمكية. أصيلة بنت سليمان بن سعيد البوسعيدية. أماني بنت أحمد بن عبد الله الفزارية. أميرة بنت سالم بن عبد الله الشبلية. بثينة بنت حمد بن سالم الربيعية. خلود بنت سعيد بن راشد السعيدية. خلود بن طالب بن سالم الهاشمية.
رحمة بنت محمد بن علي السعدية. ريا بنت سيف بن علي الجهورية. زينب بنت أحمد بن يوسف العجمية. سامية بنت سالم بن حمد السعيدية. سمية بنت سيف بن خميس الروشدية. شيماء بنت مطر بن سيف البلوشية. صالحة بنت عبد الله بن خلفان الخروصية. عائشة بنت عبد الله بن محمد العيسائية. عائشة بنت سيف بن عبد الله الزعابي. فاطمة بنت سعيد بنت سالم المعمرية. فاطمة بنت إبراهيم بن حسن المطوع. منار بنت محمد بن حبيب آل سنان. منال بنت علي بن سعيد البويقية. موزة بنت إبراهيم بن علي الجابرية. موزة بنت عبد الله بن علي السعدية. ميساء بنت عبد الله بن سيف الندابية. نوال بنت عامر بن راشد البادية. وضحاء بنت سالم بن محمد الخميسية. وفاء بنت محمد بن سليمان الغدانية. رابعا خريجين دبلوم إناث. عائشة بنت خميس بن راشد المدحانية. مريم بنت سالم بن الذيب الشامسية. شكرا راعي الحفل. أكف النور تغزل كل فجر لتخفي صفحة الليل البهيمي. إذا غطت بلاد غاب عنها ظلام الفقر والجهل الدهيم. قصيدة شعرية بعنوان أكف النور يلقيها الطالب خلفان الكندي، فليتفضل مشكورا. And now we have this poem Hands of Lights presented by خلفان الكندي. Please come on stage. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شرف عظيم آخر أن أشارك إخواني الخريجين مرة أخرى في هذا الحفل البهيج بأكف النور. أتوا إلى الليل
قد كانوا له أملا. أتوا إلى الليل قد كانوا له أملا، وخبأوا الفجر في أردانهم قبلا. تسارعوا تسارعوا كرح الأفلاك سعيهم، يدور حول جبين الشمس منتقلا. أتوا كأن أكف النور، أتوا كأن أكف النور قد كشفت عن جبهة الليل، عن جبهة الصبح ستر الليل فانسدلا. أتوا كأن أكف النور قد كشفت عن جبهة الصبح ستر الليل فانسدلا. تغوص نجم السماء جوزاؤها خجلا من فرط ما شع من أنوارهم شعلا. قد علقوا الفجر قبلة على كتف قد كان ظلا لهم يحويهم أملا. تناسخ الجد في أرواحهم فمضوا لكعبة العلم طوافا بها سؤلا. ما طار طائرهم للعلم منتشيا إلا ولاح له في الأفق ألف ملا. قد دونوا كل فجر ألف ملحمة وأيقظوا سعيهم للجد مشتعلا. قد دونوا كل فجر ألف ملحمة وأيقظوا سعيهم للجد مشتعلا. وشمروا لبنات المجد ساعدهم وكشفوا لطلوع العز ما فتلا. لقد أقاموا لهم في صرحهم علما ما زال يشهد حتى اليوم محتفلا. لهم من الله ما يجزى به عمل وما يجازى به سعي قد اكتملا. هذا جبين السماء إني أرى قبسا منهم يغالب نور الشمس ما خملا. السلام عليكم. والآن سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي لتسليم الهدية التذكارية لراعي الحفل. We would like now to invite the Undersecretary Dr. Abdullah bin Muhammad Sarmi to give the chief guest the ceremony souvenir. تمر السنوات وتنقضي وتمر معها أحلى الذكريات. تستفيض مشاعرنا معها وتستوحي منها معاني الحب والجمال لترسم غدا مشرقا متوقد بروح الطموح. لتأتي لحظات الوداع لتقول لنا إلى لقاء في أزمنة أخرى، موقنون ومتوكلون على الله سبحانه. فلكم منا أزكى وأعطر باقات الورد والياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the end. Thanks a million for accepting the invitation.